قضية عزيزة على مصر جدا، واحنا في السلك الدبلوماسي الخارجية المصرية دائما أبدا كان دفاعنا عن فلسطين، حتى من قبل إنشاء منظمة التحرير كانت مصر هي اللي بتتولى الدفاع عن قضية فلسطين في كل المنابر بتاع الأمم المتحدة. ردا على سؤال حضرتك بدور الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقوى وتضعف بأعضائها، لأن هي ما عندهاش حل سحري للقضايا، لكن الجوتيرش اتكلم كلمتين عن غزة، طلبوا إسرائيل طلبت تشيله من منصبه، يعني الأونروا مش الدول مش عاوزة تدفع لها حساباتها أو أنصبتها في ميزانيتها، علما إن الأونروا دي مؤسسة أنشئت من 48 على قضية فلسطين فقط، إنها بتوظف 30,000 موظف في التعليم والصحة والأغذية لسكان اللاجئين وكده. فعاوز أقول يعني مهاجمة الأمم المتحدة سواء بعدم دفع الفلوس أو بمهاجمة السكرتير العام لأنه قال كلمة تتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني، مش معقول يعني. واحنا عارفين الدول اللي ليها فيتو في مجلس الأمن هتوقف كل حاجة. فبالنسبة لغزة وما يجري فيها، 26,000 قتيل أو شهيد و60,000 مصاب، حاجة إبادة جماعية بطريقة مش معقول. مصر بعتت أغذية والدول العالم كثيرة بعتت معونات، لسه قاعدة بره في الشارع مش عاوزة تدخل بسبب تعنت إسرائيل. هي مش حقيقي إنها بتدور على أسلحة تكون مبعودة ولا بتاع، هي عاوزة تجوع الناس دي لغاية ما يمشوا، لغاية ما يعني الهدف الرئيسي لإسرائيل من هذه الحرب هو التهجير، وهو المخطط الذي وقفت في وجهه مصر منذ البداية، ورفضت التهجير ورفضت أيضا خروج الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي منطقة أخرى في العالم. كيف تقيمي الموقف المصري الواضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية وحتى الآن ولم يتغير؟ الحقيقة نموذج اللي عملته مصر دي بالنسبة لموضوع التهجير، يعني جه ممثل الحكومة الألمانية والبلجيكية والرئيس قابلهم وراحوا معبر رفح وتغيرت سياسة بلادهم من هذا الحدث، من بعد زيارتهم لمصر وزيارتهم لرفح وعرفوا الحقيقة. يعني أقصد أقول إن في كثير من الأحيان الغرب ما بيقباش عنده المعلومة الصح والتفاصيل اللازمة، لكن لما مصر عملت التفاصيل دي ووريتها لهم غيروا موقفهم، وحتى الأمريكان غيروا موقفهم بالنسبة لعملية التهجير. وطبعا إسرائيل تجذب طول الوقت، طول الوقت تجذب، فبتصور الأمور بطريقة خاطئة، والأجنبي مش قاعد يعني مهتم بفلسطين زينا، صحيح، فهياخد يعني عناوين الكلام اللي بيتقال ويعتقدوا ان ده صح، زي ما قالوا ان في 7 أكتوبر المقاومة
الفلسطينية دي قطعت رقاب الأطفال وبتاع. وطبعا اكتشفوا بعد كده ان دي كانت كذبة من احدى مندوب الإذاعات والأجهزة بتاعت الميديا ومشت.